يومان من التصعيد المحتدم شهدته مدينة الناصرية والذي لا زالت آثاره مستمرة. لجان تحقيقية عليا وصلت المحافظة للتحقيق بحادثة مقتل متظاهرين. سرعان ما تطور الأمر إلى صدور أوامر قبض بحق رجال أعمال وناشطين، فيما يرفض المتظاهرون الاتهامات التي وجهت لهم. سمعنا أنه أكو حملة اعتقالات، اتهامات منه أكو متظاهرين مدفوعين من رجال أعمال أو مقاولين. احنا دائما نكرر حتى بياناتنا بكلماتنا داخل الساحة، دائما مع القانون، ضد أي متورط، ضد أي مبتز، ضد أي واحد يريد الخراب لهاي المدينة احنا ضده. اعتصامنا داخل الساحة حصريا داخل الساحة، ويكونوا بكل سلمية، وندعو الشباب عدم الانجرار الى خارج الساحة. وعلى ضوء الأحداث الجارية، أعلن المتظاهرون اعتصاما وسط المدينة للمطالبة بمحاسبة من تسبب بإراقة دماء المتظاهرين بعد أحداث الأربعاء، مؤكدين إنهم مع تنفيذ القانون بعيدا عن الدعاوى الكيدية واستخدام الرصاص الحي. تنديدا واستنكارا للدماء سالت على أرض الحبوبي وفي تقاطع البهو، بعض الاتهامات يوجهونها للمتظاهرين، أكو متظاهرين أحرار، وبقت أكو ناس، إحنا الناس المندس إحنا ما لنا غرض به، بس إحنا ناس أصحاب قضية. إحنا لا مدفوعين من شخص ولا لنا غرض بشخص، إحنا ناس مسالمين قاعدين بالساحة. شنو السبب اللي خلاكم تدخلون للساحة؟ شنو السبب اللي خلاكم تجون للساحة حتى تسوون هاي الأفعال؟ وصارت الأحداث وراحوا ضحية 2 من الشهداء وأكثر من 15 أو 20 جريح. ولا يزال الهدوء الحظر يسيطر على أرجاء المدينة وسط ترقب الجميع، ومحتجون مستمرون باحتجاجاتهم من خلال قطع الطرق والجسور في الناصرية. اعتصام مفتوح تشهده ساحة الحبوبي في الناصرية، والمطالب الرئيسية هي معرفة قتلة المتظاهرين ومحاسبة المتسببين بذلك. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.